السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم اليوم في درس جديد من البرمجة بلغة بايثون. سوف نأخذ منحة جديد في الدروس. سوف ننتقل إن شاء الله اليوم إلى الـ if statement، لكن قبل أن نبدأ في الـ if statement سوف نتطرق إلى بعض المعاملات التي سوف نتعامل بها داخل جسد الـ if statement. سوف نتعرف إن شاء الله على كل شيء. طيب، أولا عندنا في المعاملات الرياضية عندنا أكبر من، أقل من، أكبر من أو يساوي، أقل من أو يساوي، يساوي ولا يساوي. أوكي، المعاملات دي هي في الأساس بتاع البرمجة. إذا كنت أنت درست أساسيات البرمجة بتكون فاهم الكلام ده. أوكي، لكن إذا ما كنت درسته فالرجاء اطلعوا عليه أو احفظوها زي ما هي كده. تمام، طبعا دي الطريقة اللي بتتكتب بيها في البرمجة داخل الكود البرمجي. طيب، هنتطرق كمان إن شاء الله لجدول الحقيقة والصواب للمعاملات البولينية في المقارنة، سواء اللي هم and و or و not. أوكي، هنتعرف أولا على جدول الحقيقة والصواب للـ and. أوكي، عندنا في الـ and إذا كان العمود M1 يساوي ليه true و M2 يساوي true، الـ result تدينا true. أوكي، وإذا كان M1 تساوي true و M2 تساوي false، النتيجة بتدينا false. أوكي، إذا كان M1 false و M2 true، النتيجة بتدينا false. أوكي، وإذا كان M1 false و M2 false، الريزلت أكيد بتدينا false. تمام، أوكي، ننتقل للجدول الثاني اللي هو OR. هشرح الكلام ده بس ثواني. أوكي، M1 تساوي لي true و M2 تساوي true، الريزلت تديني true. M1 بساوي true و M2 بساوي false، الريزلت بديني true. M1 false and M2 true، الريزلت true. اوكي، M1 false و M2 false، الريزلت بديني false. طيب، خلينا نرجع ل and. جدول الحقيقي والصواب بتاع ال and. لاحظنا في ال and انه كل الريزلت خطأ ما عدا الاولى. تمام، فده بيوصلنا انه المقارنه لما تكون ب اند لازم كل الاطراف تكون صحيحه عشان يدينا ترو. اذا احنا عايزين نوصل للقيمه ترو لازم كل الاطراف في المقارنه تكون ترو. وكذلك في اور لاحظنا انه كل الاجابات ترو ما عدا الاخيره فولس. فاذا احنا عايزين نتيجه المقارنه تطلع علينا فولس فلازم تكون كل الاطراف خاطئه عشان نوصل للنتيجه فولس. اوكي، كل ما في الأمر. وناخد كمان جدول الحقيقة والصواب not truth table للنوت. طيب، نوت هي بتعمل بصورة عكسية. إذا كان M1 true ففي بديهي إن شاء فمن البديهي حاجة معروفة تبقى عندكم إنه M2 هتكون false، وإذا كان وإذا كان M1 تساوي false من البديهي تكون M2 true. أوكي، طيب خلينا ناخد مثال سريع على الثلاثة جدول. طيب، إذا كان عندنا hours ساعات العمل hours work. أوكي، بيساوي لي مثلا 39 و salary أو سال، خلينا نكتبها سال اختصارا بس، سال اللي هو المرتب بيساوي لي 39,000. أوكي، فنحن عاوزين نطبق معادلة. تمام، فنقوم نقول if من دون if، من دون if hours work أقل من 40. okay، and شايفين استعملنا and عشان نشوف هل هيدينا صح أم خطأ. and سال okay أقل من أو يساوي 5,000. أوكي، فأدانا فولس. أدانا فولس ليه؟ لأنه السال لا يساوي لا ليس أقل من أو يساوي 5,000. أوكي، خلينا ناخد كمان مثال ل الأور. مثلا باسورد بيساوي لي جيست. اوكي، فنقوم نقول password يساوي
is in small or password تساوي guest in capital. اوكي فدانا true لان احنا في الاور زي ما متذكرين عايزين طرف واحد بس يكون true عشان ناخد النتيجة true. اوكي خلينا ناخد مثال كمان لين not. عفوا فدانا false لانه 100 اصلا بيساوي 100 فهو زي ما قلنا انه بتعمل بطريقة عكسية. طيب نلتقي ان شاء الله في الدرس القادم وهو البداية في الاف ستيتمنت والشرح هيكلية الاف ستيتمنت وهكذا. نلتقي في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.